خاوتي نعقب غير هكذا خفيفة ظريف وندور. جي ال 180 34990 اورو 2021 27000 كيلومتر اوتوماتيك 36 بي اس بنزين. هذه ما فيهاش سعر. هذه اي كا ا 344990 2023 14000 كيلومتر اوتوماتيك 228 بي اس الكترو تدخل الجزائر. هذه وتقوم الشبوب والهبوب هنا. هذه اي كا ا 250 40990 2022 تدخل الجزائر اوتوماتيك الكترو ماشي 10000. هذه اي كا ا ثاني خطها 39990 اللهم صل عليك يا رسول الله. 2021 14800 اوتوماتيك 190 بي اس الكترو. اللي حاب يشوف الاسعار يحبس الفيديو ويقرا. جي ال ا 200 جي ال ا 200 2021 شهر 11 تدخل اوتوماتيك 18000 كيلومتر 263 بي اس بنزين 36990 اورو. نجو لهذه اي كا 300 ولا 300 45990 2022 12000 كيلومتر 700 اوتوماتيك 228 بي اس الكترو. هاو السعر زيد ما فيهاش السعر. هذه عقب بيرولو هذه يكا 250 ثاني 39990 2022 4000 كيلومتر اوتوماتيك 190 بي اس الكترو ثاني تدخل الجزائر. نجيو لهذو الوحوش هذو جي ال بي ولا جي ال بي. شتو خط خطر خاوتي اوتوماتيك مو نقراها بالالمانيه بلا ما نجيب الاخبار ماشي زعما باسكو الجي اللي هو جاي هكذا يقولوا له جي هنايا بالالمانيه. المهم جي ال بي هذه معلومه 250 41000 اورو 990 2022 تدخل الجزائر 6700 اوتوماتيك 224 بي اس ايسونس. الشبوبيه محينه استغفر الله وتوب اليه. الاي كيو بي 350 40000 اورو 990 2022 سنة الصنع 13700 اوتوماتيك 292 بي اس الكترو تدخل الجزائر. هاي بدات هاي بدات. المهم خاوتي هذه ونكملوا ان شاء الله. شو شو كعبوره يا محينك ما شاء الله الله يرزقنا الحلال. 47990 مرسيدس ام جي جي ال ا 2021 شهر 10 تدخل اوتوماتيك 34300 بنزين نيك الرودة الحب. اوا شابة هاي بارك ما شاء الله عنده تلفزيون داخل. كنا الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم الشبوب والهبوب اللهم ارزقنا الحلال. المهم خاوتي بقاو لنا هذو زوج رونجيات والله ما قدرت نكملهم. لا كلاس ا شويه صامتين ما كاينش يدومونديهم بزاف كيما هذا البي ثاني. هذه البي هذه مرسيدس بي ثاني ما يدومونديوهاش بزاف. لا قديمه لا جديده 2022 تدخل الجزائر اوتوماتيك بنزين 12000 كيلومتر 28990 معناتها خاوتي. المهم واش نقول لكم ربي يحميكم ويعطيكم الخير ان شاء الله. الله يحفظكم اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. وراكم تعليقات الله يبارك كاين بزاف ما قدرتش نقرا. السلام عليكم بسكرة بطيب. السلام عليكم خويا بارك الله فيك ربي يرزقني محبول وسفيان الله يحفظك يا غالي. بوسادة علي ضحكتني والله سفيان صلى الله عليه وسلم كريم ومستعصى. السلام عليكم خاوتي. ماد عمراني اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شوف لنا حل باه نجيبو من المانيا. بوسدة علي ما واش خويا بوسدة علي واش نشوف لك ما كاينش كاين موان تروازون. هادو موان تروازون تجي تشري تجي هنا للشركه تسو عجبك طوموبيل اللي صورتهم تقريبا كاع يدخلوا الجزائر تدخل لهنايا يعجبك البريت نيغوسي معاهم كاش ما ينقصوا لك شويه تقول لهم بلي راني نهبطها للجزائر ينقصوا لك 19%. انت اوتوماتيكمون راح تخلص الطوموبيل تاعك بالكونت للكونت. تستغرق 3 ايام
وكي يرجعوا لك 19% ما يرجعوها لكش في سور بلاص، حتى تديها لبلادك طونوبيل وتخلص لادوان ثمك وتخلص كلش وتسجلها في الجزائر، كي دير لها ماتريكول الجيري تبعث لهم هنا باري ميل باللي خلاص راني شريته راني منه، سي بون يبعثوا لك 19% تاعك. اذا شريتها 100000 اورو يرجعوا لك 19000 اورو، واذا شريتها ب 10000 اورو يرجعوا لك 1900 اورو. هذه هي، ما كاش هذه زعما قال زعما حاجه اللي واعره نشوف لكم طريق وكاع، هي سهله مهله. اسهل البلاد هما البلدان القويه، تروح لفرنسا فيها خلوطه خربوطيل، دخل فيها العربي، دخل فيها الالباني، بوم دور بوم كور، كاري طونوبيل ويبيع حالك ويدير لك ورقه مدرحه، وانت يوم بعدك تجي تخرجها يقولوا لك ممنوع. كيما السيد مسكين هذاك النهار واحد ما يعرفش، واللي ما يعرفش خاوتي ماشي عيب، اللي ما يعرفش ويطيح خشين هذاك هو اللي هذاك هو اللي ما نحبوش انا، زعما يقول لك انا عندي درام سي بون طلع نشري. شوف يا خويا كاش واحد حتى عارفه في فرنسا ومن روح للشركه، علاش تروح انت يا للبنادم اللي حطوا نوبل برا ومن بعد يشوفك انت بلي بوجادي ما تعرفش تقول له هذه عجبتني ايه منا، يقول لك هذه هالك طونوبيل. سيد قلت لك كاريها كاري طونوبيل عام بحالو ب 40000 اورو واقيلا، هي دير وحده 50000 ولا، هو جاب الجزائر شاف يقول لك انا راح نربح فيها، راح نربح فيها 300 مليون. ايا 300 مليون هنا تسمى كي يديها بطل البلاد يربح فيها تسمى غروسو مودي يربح فيها 600 700 مليون طونوبيل. اما لا سيد طونوبيل اللي كاريها السيد بحالو ودرح له الكوارط، كي جا خارج منها من البور من مارسي قالوا له لك يحيى الحب، هذه ماشي قالوا له هذه ممنوع تخرج. اصبروا وقتوا نحي الاذان خاوتي سمحوا لي، خطرش خطا خطرات عاصر راه عندنا الاذان عباك بلي عاقبوني عليه الفيسبوك واليوتيوب باسكو مول الاذان راه مسجل عندهم. المهم براف قلت لك السيد كراولو مسكين باعوا له طونوبيل مكريه، باعوا له طونوبيل مكريه عاش في مارسي قالوا له تعاود ترجعها وتعيش المشاكل. خويا تجي جاي هنا شوف لي دحومتك صاحبك من روح الشركه كيما هذه الشركه ما تخدعكش، انت كي تجي لالمان هنا قلت لك البلدان القويه ما تروحش برك للاجانب. انا اجنبي بصح انا ما نخدعش، اجانب الاكثريه اللي يبيعوا الطونوبيلات يحكمك يطربقك. المهم هذه اللي نقولها لكم خاوتي، تحب تجي تشري طونوبيل انت عندك دراهم ربي فاتح عليك مو تروازو، روح للشركه عندك تامين عامين عندك كلش، ماشي تجي انت تشري طونوبيل بعد تلقاها السيد قلت لك اللي شراها ب 40000 كي وصل لمارسي قالوا له تعاود تولي، عاش قال لهم السيد بايع حالي ومنا، عيط للسيد تليفونه مغلوق، السيد عاود جا للبارك هذاك هذاك البارك البارك هذاك اللي بحالو قال له هذاك ما نعرفوش انايا، قال له هذاك يجي موافي يشري عليا برك. والله العظيم غير نفس الحكايه صرات الواحد خاوتي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. سمع خاوتي نحكي لكم هذه ونروح نروح. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اسامه كينغ زقلاوي مكي بارك الله فيك، الله عندك الحق العزيز اسامه صوت الحمام بوسادة علي، تحياتنا. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. سيرق 150. المهم خاوتي بارك الله فيكم كاع اللي كتبتوا لي، والله ماني قادر نقرا كلش. المهم نحكي لكم هذه الحكايه برك ونروح. مره خاوتي ثاني واحد مسكين جزائري عايش في ستراسبورغ في ميلوز، جا لالمان هنايا جا لفرايبورغ، وواحد البلاصه هنا في فرايبورغ وسمها الهوخدورف. هوخدورف هذه الاكثريه تاع الناس يبيعوا طونوبيلات، بصح ثمك تغلط ينحيوا لك الجلد. هما كاين بزاف هادو تاع الجزائريين ولا توانسه مغاربه اللي عايشين في فرنسا، شغل تبان له باللي لالمان شغل جايحين باسكو لي زالمو هما عاقلين هكذا، كيقول لك حتى سم الاجانب اللي عايشين هناك شغل نقدروا حنا نكلخوا لهم، حنا عباك مارقين حنا زعما شغل زعما هو فايق زعما مارق جاي من الجزائر زعما جاي لفرنسا ومن بعد زعما يولي لا مافيا يخدم شويه يلم شويه دراهم يجي لالمان زعما يكلخ للسيد وشي طونوبيل ويروح يروح. تلاقى مع واحد الناس ما كان لا نقول لكم الجنسيه تاعهم يهضروا العربيه، هو بدا يكسر في هذيك الفرنسي هذيك، قالوا له انت يا تاع فرنسا ايه، قالوا له انت عربي باسكو الفيغورا باينه، قالوا ايه هما ثاني عرب، قالوا احنا ثاني عرب كيما انت ومنا. قال لهم حبيت شي طونوبيل وكاع، قالوا له شوف اروح نعطيك واحد الطونوبيل شابه باسكو هذه الطونوبيل اللي تشوف فيها ماشي شابه مخدوعه، قالوا له هذه شابه سيري كات سيري كات في 2002
2002 كانت سيريكات في وقتها يا ودي شكون ذاك الوقت كانت تدير هذاك السيريكات كانت تدير 6000 7000 اورو. هو شحال اللي يبيعوها له؟ قالوا له روح نبيعوها لك ب 4000. باعوها له ب 4000 هو فرح قال لك لا خت لهم وقعوا منا يا لاباس منا دا طونوبيلتو. المهم عطى لهم 4000 عطاو له الكوارط قالوا له خلاص روح سجلها في فرنسا وبصحتك. يا المهم مشى واحد غير واحد 15 كيلو لا عاودوا عيطوا له. والله غير هذه غير استوار فيريديك والله راني نقول لكم خاوتي سما باش تعرف باللي اللي راك جاي اللي راك جاي اللي راك جاي خويا العزيز سما غير احرز روحك ما تقولش انا لازم تجي مع واحد يعرف ولازم تجي مع واحد تروحوا للشركه. قلت لكم المهم قلت لكم خاوتي عطاو له طوموبيل سيريكات ب 4000 مشى واحد 15 كيلو عيطوا له في التليفون الو قال لهم وي قالوا له حنا اللي بعنا لك الطوموبيل. ايه قال لهم غير الخير قالوا له ولي ولي قالوا له الطوموبيل هذيك مخدوعه حشيناها لك وكشغل كشغل كلخنا لك كشغل كلخنا لك ولي ولي نعطوا لك دراهمك ولا شوف طوموبيل واحده اخرى. هو مسكين من الفرحه هذه كان فرحه من السيريكات وكاع وزعما كشغل وقع في الزر ب 3000 اورو 3000 اورو ذاك الوقت دراهم مش كيما دوكا ومازالت دراهم. المهم عاود ولا المهم عاود ولا هو كشغل حالت له النيه قال لهم ما نشري لا طونوبيل لا والو رجعوا لي دراهمي وشدوا طونوبيلتكم. رجعوا له دراهمو ادى طونوبيلتو ادى طونوبيلتهم هو عاود ولا راح كي راح لقى الدراهم اللي رجعوهم له مدرحين. شفت هذوك 4000 اورو هو عطاهم 4000 اورو حرين وهما ولاد الحرام واش داروا؟ راحوا 4000 اورو هذيك جابوا له 4000 اورو مزوره واعطاوهم له ومن بعد هو مسكين وقتها فاق حتى كيوصل للميلوز فاق باللي مدرحين. عاود ولا ليهم غدوه من ذاك قلب عليهم ما لقاهمش. قلت لك هذيك بلاصه غير ولا يقول لهم وراه فلان اللي باع لي طونوبيل قالوا له هذاك ما نعرفوش. قال لهم وكان يهضر معاكم قالوا له يهضر معنا ايه هما على بالك ولد حومتهم ما حبش يبيعوه. قالوا له هذاك يجي يشري علينا برك مسكين عشى لا طونوبيل لا دراهم وعنده دراهم مزورين. هذه هي خاوتي اللي راني حاب نقولها لكم وهذه هي اللي الامور اللي الانسان باش ما يخدعش خوه. اللهم اني بلغت انا دائما نقول لكم خاوتي شوفوا واحد اللي يجي يشري معاكم كاين على بالك وشنو هو عنده 40000 اورو يجي يشري طوموبيل ما يقدرش يجبد 500 اورو يمدها لواحد. مثلا هنا يقول لك اروح تشري لي اروح معايا شوف لي تشري لي ومن بعد كي تجي معاه تجي من الصباح لليل تجري معاه يجبد يعطيك 50 اورو 50 اورو راني نطلب عليك انا نروح لخدمتي ندي 150 اورو في النهار نخلي خدمتي نخلي حياتي نزيد ندير مالادي باش نهرب باش نسكيفي باش نجي نعاون السيد يعطيك 50 اورو. خويا العزيز انت راك حاب تشري طوموبيل خشينا جبت 500 اورو 500 اورو هو جاي من البلاد تبان له 10 ملايين ولا 12 مليون يقول لك انا سيدي يوقف معايا نعطيه 12 مليون والله غنشري وحدي. شري وحدك ياكلوا لك 40000 اورو تاعك. المهم كاينين مساغ راهم يخدموا انا ما نخدمش هذه الخدمه خاوتي سمحوا لي زعما والله العظيم كاين بزاف ناس راهم يعيطوا لي يقولوا لي يا محمد ادم يرحم بابك عاوننا ونعطوا لك حقك. يا خويا انا ما نكذبش عليكم بارك الله فيكم بصح انا ما نخدمش هذه الخدمه. هذه الخدمه فيها الكونتاكت ديريكت مع خاوتي الناس تحبني وانا انا انا صدقوني بالله كاين شحال من واحد جا شرا طوموبيل والله ما خلصت عليه حتى دورو في وجه ربي وفي عليه وصدق على بابا ويما الله يرحمهم وخويا خالد وكاع المؤمنين ان شاء الله صدقه. بصح خويا بزاف كاين الوف تاع الناس اللي حابه تشري ما تقعدش انت كل يوم تزارطي خدمتك وتروح مع السيد ولا كل يوم عندك واحد زوج ثلاثه يجيو يشرو بزاف. وانا ما نحب لا نشد دراهم ما نحب نخدم دي الخدمه. كاين الناس خدمته هذه هي تعيط له يوقف معاك منا ما على باليش انا كيفاش يشري لك ولا. المهم بارك الله فيكم هذه الخدمه خاوتي واعره وفيها مسؤوليه وانا ما نحبش المسؤوليات خاوتي ما نكذبش عليك مسؤوليه. انت يا سيد مسكين داير فيك الثقه وكاع وكل شيء ومن بعد انايا نولي انا كيفاه نروح نخدم ولا نزارطي ولا كيفاه ندير. انا على كل هذا ماشي خدمتي انا خدمتي هي نحب نصور السيارات نحب نصور الاسعار تاع السيارات باش الناس تفيق باش الناس ما يكلخولهمش هذه هي. اللهم اني بلغت. المهم خاوتي تهلاو في روحتيكم نحبكم في الله صلى الله على رسول الله وما طيحش على وذنيك وما طيحش بطاطا خشينه زعما انت تعرف طوموبيلات وتجي وتشري وحدك ومنا. المهم البلاد بماليها حنا رانا في الجزائر
وكي نروحوا لولايه واحده اخرى نعيطوا لحبابنا ناسنا اللي يوقفوا معنا في اي ولايه. البلاد بمواليها حبيبي. تروح لتبسة تعيط للناس تبسة، تحية الناس تبسة. تروح لسوق هراس تعيط للناس سوق هراس يوقفوا معاك. ما تقعدش انت تجي لاوروبا، اوروبا على بالك شنو، ولا تجي لالمانيا لغة واحدة أخرى، فهمة واحدة أخرى، عقلية واحدة أخرى، وزعما انت تجي تشري وزعما تروح. ماشي سهلة كيما هكذا. ما عادش تشري خبزة، ماشي راح تشري بولونجي تدخل هالوغ وتم مورغان اعطيني خبزة ويعطيك خبزة تعطي له اورو وتجي خارج. نو. المهم تهلاو في روحتكم، نحبكم في الله، صلى الله على رسول الله، اضرب الله دعم خوك واشتركوا معنا في فيسبوك يوتيوب وتيك توك. خاوتي كاين بزاف منكم خاوتي اللي راه يتفرج فينا برك، والله ما مشارك معايا لا في اليوتيوب لا في التيك توك لا في الفيسبوك، حتى اللي تلقاه يتفرج فيه دوكا في الفيسبوك والله ما مشارك معاك غير شاف اللايف وطلع. المهم شاركوا معنا باش يوصلكم كل جديد، وان شاء الله المره الجايه نروحوا للطونوبيلات اخرى ان شاء الله. صلوا عليه ونتلاقاو في الخير ان شاء الله. السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله.